الخامس ب 11/5/2019. طبعا بداية كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، يعني بيكون عام خير وتوفيق دائم لكم بإذن الله، ورمضان كريم على الجميع. يا أهلا، اليوم نحن إذا حضرات بجلستنا الخامسة، رح نتابع ما كنا تناولناه في الجلسة السابقة، طبعا بهذا التوقيت الجديد توقيت شهر رمضان المبارك. رح تكون محاضرتنا الساعة 2. إذا نحن اليوم بالجلسة الخامسة، العمليات المرتبطة بحقوق الشركاء، رح نتابع ما كنا تناولناه في المحاضرة السابقة. كنا أخذنا نحن حضرات بالمحاضرة السابقة ما هو متعلق بكيفية معرفة مسحوبات الشركاء. طبعا قبل موضوع المسحوبات وفوائدها، كنا تناولنا على حسابي جاري الشركاء وحساب توزيع الأرباح والخسائر. وصلني إيميل من إحدى الزميلات لكم عم تخبرني فيه إنه المقرر او المحتوى العلمي يلي هو نفسه عم بشرح لكم منه، عم تخبرني انه هو ما فيه عن موضوع حساب توزيع الارباح والخسائر وحساب جاري الشركاء. ما اتذكر مين زميلتكم اللي بعثت لنا. طبعا انا جاوبتها انه لا، هو موجود في هذا الحساب. نعم، عم يروح الصوت، في شي حدا عنده مايك مفتوح؟ تمام. وهلا راما ون، الصوت واضح، هي نفس المشكلة دائما راما بتكون عندك، راما 2 يعني. إذا تمام، حلت مشكلتك، معناته ما في عندنا أي مشكلة. طبعا أنا أضفت لها بالإيميل عبارة راح أنا أحكيها وحكيتها سابقا، انه متعلقه بانه نحن يعني ممكن من هلا لنهايه هذا الاسبوع او الاسبوع القادم يعني ننزل بعض التمارين المحلوله نحطها على الموديل. فهذا الامر يعتبر ايضا اضافي للمحتوى العلمي والامثله الموجوده بالمحتوى العلمي. هلا نرجع نحن اذا الى ما كنا نتحدث اليه والمتعلق بموضوع ما تناولناه في المحاضرة الماضية بشكل سريع جدا، ودي أعقب على بعض القضايا مشان موضوع الوظيفي. أول شيء كنا أخذنا نحن حسابي توزيع الأرباح والخسائر وحساب جاري الشركاء. طبعا نحن بالشرح شرحناهم قبل بعض، لكن حكينا نحن عن نقطة مهمة إنه حساب جاري الشركاء دائما يعد بعد حساب توزيع الأرباح والخسائر. حساب جاري الشركاء يعد بعد حساب توزيع الأرباح والخسائر، وبالتالي هذا الأمر يؤدي أنه دائما حساب توزيع الأرباح والخسائر هو الحساب الذي على أساسه سيعد لمعرفة نتيجة الربح أو الخسارة بالنسبة للمنشأة، وعلى أساسه يتم إعداد حساب توزيع الأرباح والخسائر لمعرفة ما هي الأرباح والخسائر التي ستوزع على الشركاء. قلنا أن هناك بعض العمليات التي ستؤدي إلى زيادة الأرباح التي ستوزع على الشركاء، وبعض العمليات التي تؤدي إلى تخفيض الأرباح التي ستوزع على الشركاء. بدأنا الحديث طبعا أثرها أيضا سيكون في حساب جاري الشركاء. قلنا أن حساب جاري الشركاء هو حساب سميناه تصفي بالنسبة للشركاء، يعني على أساسه آخر شيء الشريك رح يكون أمام خيارين في حال وجود حساب جاري الشركاء. الخيار الأول هو أنه إذا كان الحساب الجاري مدين، وفي هذه الحالة يجب على الشركاء إما تسديد هذا الحساب نقدا او ابقائه
لفترة قادمة ستتم معالجته مع الأرصدة الأخرى. الحساب الجاري الدائم هو حساب أيضا يعتبر بالنسبة للشركة التزام على الشركة، وبالنسبة للشريك حق على الشريك، وفي هذه الحالة لدى الشريك الخيار في سحب هذا الرصيد أو إبقائه إلى فترة لاحقة. تناولنا من العمليات المرتبطة بحقوق الشركاء، أخذنا أول شيء ما يتعلق بالمسحوبات وفوائد المسحوبات. إذن أول ما تناولنا المسحوبات وفوائد المسحوبات، قلنا أن المسحوبات هي تمثل بمثابة تخفيض، لها ثلاثة أنواع: طبعا يعني آلية السحب كيف ممكن تكون؟ ممكن تكون نقدا، ممكن تكون عن طريق المشتريات يعني البضاعة، أو عن طريق المخزون. فعن طريق البضاعة ممكن تكون بسعر الشراء أو بسعر المبيعات، فبسعر الشراء تعامل كمشتريات وبسعر المبيعات تعامل كمبيعات. طبعا يجوز أن يقوم الشريك بسداد المسحوبات لاحقا، يعني ممكن أن الشريك إذا سحب نقدا يرجع يسدد نقدا، وبهذه الحالة يعتبر حساب المسحوبات مقفل، وهنا لا يظهر في حساب جاري الشركاء. هذه نقطة مهمة ركز عليها. النقطة الثانية أيضا هو ما يتعلق بفوائد المسحوبات. ما دخل حطوهم بنفس القيد، حطوهم بقيدين، هذا أمر بيرجع لكم، ما عندنا مشكلة هاي النقطة. الأمر الآخر المتعلق هو مرتبط بفوائد المسحوبات. طبعا حضرات فوائد المسحوبات، نحن حكينا أن لحساب فوائد المسحوبات تتمبنى على طريقة واحدة، وهي المتعلقة بكيفية حساب فوائد المسحوبات على أساس تاريخ السحب. فأخذنا نحن بعض الأمثلة المتعلقة بكيفية حساب فوائد المسحوبات. اليوم الأمر اللي بدي أضيف لك إياه أنا أنه ممكن يعطيك هو متوسط تاريخ السحب. طبعا بهذه الحالة إذا أعطاك متوسط تاريخ السحب هو مثلا أعطاك متوسط تاريخ السحب 1/7 أو 1/8 مثلا، إذا أعطاك متوسط تاريخ السحب هون، ما هي عدد الأشهر التي ستحسب وتوضع لحساب فائدة المسحوبات؟ حضرات لنفترض عطاك قال لك ومتوسط تاريخ السحب هو 1/8 بالنسبة للشريك مثلا ألف، معناته كم شهر هون؟ أنا تماما هي 5 أشهر. كيف انحسبت؟ هي من 1/8 لغاية 31/12، لأنه الحسابات هي ب 31/12، وبالتالي متوسط تاريخ السحب راح يكون من 1/8 لغاية 31/12، اللي هي شهر 8 9 10 11 12. نعم، لو 15/8 نحن حكيناها المرة الماضية، 15 تحسب من بداية الشهر السابق، معناته 6 أشهر. تمام، لو 16/8 5 أشهر تحسب، 15/8 تحسب من أول شهر 8، إذا 5 أشهر. لو 16/8 تحسب من بداية الشهر التالي يعني من 1/9، وبالتالي بيكون عندي 4 أشهر. واضح؟ واضحة هاي الفكرة؟ مثلا قال لي متوسط تاريخ السحب 1/10، بهاي الحالة 10 11 12، 3 أشهر وهكذا. ثم تناولنا بعد ذلك ما هو متعلق بالقروض، قروض الشركاء. قلنا لدينا نوعين من قروض الشركاء. النوع الأول هو القرض الممنوح للشريك، والقرض الممنوح للشريك هو يعتبر بمثابة استثمار في شركة التضامن أو شركة الأشخاص، فتعتبر هذه الفوائد بالنسبة للشركة إيرادات تقفل في حساب أرباح وخسائر أو حساب ملخص الدخل، وليس في حساب التوزيع. فيما يتعلق بموضوع القرض الممنوح من الشريك، هو يعتبر بمثابة التزام على الشريك، يعني هي مثل كأن أخذ قرض لكن مو من المصرف، من الشريك، وفي هذه الحالة تعتبر هذه
الفوائد التي ستدفع على هذا القرض هي مصروف بالنسبة للشركة، وتقفل أيضا في حساب أرباح وخسائر أو حساب ملخص الدخل، لأنه هون عم تأخذ هي القرض من أجل النشاط التشغيلي للشركة وليس من أجل أي أمر آخر متعلق بالشركاء. هذا كان كل شيء تناولناه بالمحاضرة الماضية. اليوم راح نتابع بالعمليات المرتبطة بحقوق الشركاء، وراح ناخذ رواتب ومكافآت الشركاء. طبعا رواتب ومكافآت الشركاء التي يحصل عليها الشركاء المتضامنون مقابل تأدية خدمات وإدارة الشركة هي لا تعتبر من المصاريف المولدة للربح، وإنما تعتبر توزيعا للربح. شوف الدقة اليوم بالكلام والمصطلحات اللي عم نحكيها. أنا بس عم بحكي إنه لا تعتبر من العناصر المولدة للربح. خليك معي إذا بتريد لها النقطة. بس أحكي أنها لا تعتبر من العناصر المولدة للربح. إذا أنت مباشرة بدك تعتبر إنه هذا إن كان مصروف ولا إيراد لا يذهب إلى حساب أرباح وخسائر أو حساب ملخص الدخل، وإنما مباشرة سيذهب إلى حساب توزيع الأرباح والخسائر. واضح؟ طبعا العبرة إنه حسابات الأرباح والخسائر وحسابات قائمة الدخل هي تعتبر كإيرادات وكمصاريف مرتبطة بكل ما هو متعلق بالنشاط الرئيسي للشركة. فالمصاريف يقال عنها مصاريف إيرادية، والإيرادات هي إما الإيرادات الناتجة عن النشاط الرئيسي أو إيرادات أخرى، مثلا استثمار مبالغ نقدية في حسابات ودائع لدى المصارف. أمر هون مهم بدي أحكيه أنا، يعني هو بجوز خارج نطاق دراستكم اليوم، لكن لازم أنا أنوه عليه فيما يتعلق بالمصاريف الإيرادية لأني حكيت هذا المصطلح. طبعا المصروف الإيرادي بكرة بتشوفوا أنتم في مادة المحاسبة الإدارية إن شاء الله، بتشوفوا أن المصروف الإيرادي هو يعتبر تكلفة مستنفذة، وهذا المصروف الإيرادي في بعض الأحيان قد لا يقابله عائد، قد لا يقابله عائد. طبعا هو كله تحت اسم تكاليف مستنفذة. فالتكاليف المستنفذة طبعا جزء منها يقابله عائد، فيقال عنه إيراد أو مصروف، آسف. إذا كانت التكلفة يقابلها عائد يقال عنه مصروف، إذا كانت التكلفة لا يقابله عائد فيقال عنه خسارة، وفي الحالتين يقفلان في حساب قائمة الدخل أو في حساب الأرباح والخسائر. إذا النقطة اللي أنا بدي أوصلها إنه حتى لو كان المصروف لم يقابله إيراد، يعني قابله خسارة، لكن يظهر هذا الأمر في حساب قائمة في حساب الأرباح والخسائر أو في حساب أو في قائمة الدخل. أتمنى أنه النقاط تكونوا فعلا عم تركزوا عليها وتسجلوها. لذلك يتم معالجته في حساب توزيع أرباح وخسائر باعتباره إذا ليس عبئا على الربح وإنما توزيعا عليه. بالنسبة للمكافأة عندي طريقتين لحساب المكافأة. أول طريقة هي إنه أحسبها مباشرة كنسبة مئوية من صافي الربح. فبتصير بكل بساطة مكافأة الشريك هي صافي الربح ضرب نسبة المكافأة. إذا أول طريقة هي صافي الربح ضرب نسبة المكافأة. طريقة ثانية تحدد المكافأة من الأرباح الصافية بعد خصم المكافأة. يعني بهذه الحالة أنت بتطلع شو الربح اللي نتج عندك بحساب الأرباح والخسائر، مثلا 100,000، قديش المكافأة؟ المكافأة مثلا 30,000، بتحط ناقص 30,000 فبيطلع عندك 70,000. هلا هاي 70,000 هي بتضربها بنسبة المكافأة. النسبة تحدد في نص المسألة. النسبة تحدد في نص المسألة، أما من يحدد هذه النسبة بالنسبة للشركات فهو اتفاق يتم في عند توقيع العقد، مثل ما حكينا نحن سابقا. بالنسبة للشركات لازم يكون عند توقيع العقد. بالنسبة لكم أنتم كطلاب فبيكون محدد بنص المسألة. فتحسب بهذه الحالة على الشكل التالي: مكافأة الشريك تساوي صافي الربح ضرب نسبة المكافأة على 1 زائد معدل أو نسبة المكافأة. طبعا هذا بشكل آخر. إذا مكافأة الشريك تساوي إلى صافي الربح
ضرب نسبة المكافأة على 100 زائد نسبة المكافأة. محاسبيا تتم معالجة مكافأة الشركاء كما يلي. طبعا أكيد هي شبيهة بالمصاريف، فبالتالي طبيعتها مدينة. طبعا أعني بشبيهة بالمصاريف يعني هي مصروف أكيد، لكن لا يعتبر مثل ما حكينا مصروف، هو يحمل على الدورة المالية. إذا من حساب مكافأة الشريك إلى حساب المصرف أو الصندوق، هذه في حال تم سداد المكافأة. إذا سددت المكافأة بيكون من حساب المكافأة إلى نقدي مصرف أو صندوق. أحيانا لم تدفع المكافأة أو لم تسجل المكافأة بعد نتيجة عدم سدادها، في هذه الحالة هي تعتبر حق للشريك، ويجب في 31/12 أن نسجل القيد التالي: من مكافأة الشريك إلى جار الشريك. إذا أنا ببعث له إياها لحساب الجاري تبعه. وفي كلا الحالتين سواء سددت أم لم تسدد تقفل في حساب توزيع أرباح وخسائر. إذا من حساب توزيع أرباح وخسائر إلى حساب مكافأة الشريك. إذا حضرات، المكافأة لا تعتبر من العناصر المولدة للأرباح، وبالتالي هي تعتبر بمثابة توزيع للربح وتظهر في حساب توزيع الأرباح والخسائر. مثال: شركة تضامن مكونة من شريكين شوقي وعوني. في 31/12 تقرر منح الشريك عوني مكافأة 2% من صافي الربح نظرا للأعمال التي يقوم بها لخدمة الشركة. فإذا علمت أن صافي الربح آخر شيء سمعته شو هو؟ آخر شيء سمعته شو كان؟ المثال تماما. فعلا انا بدات بالمثال، فقط حكيت شركه تضامن وبعدين شفت انه ما في فيوز. مو باين عندكم الفيوز الان؟ تمام. اذا شركه تضامن مكونه من شوقي وعوني. في 31/12/2013 تقرر منح الشريك عوني مكافأة 2% من صافي الربح نظرا للأعمال التي يقوم بها لخدمة الشركة. فإذا علمت أن صافي الربح عن عام 2013 1,350,000، المطلوب احسب المكافأة وسجلها بالدفاتر بفرض أنه تم سدادها بشيك على المصرف. طيب أين تم السداد ب 31/12؟ طبعا قيمة المكافأة مليون 300 إلى حرام. أثبتت سداد المكافأة. عم يروح الصوت لأني عم بكتب. يونس انا بسكر لي ولا يهمكم، مش الحال؟ ويام في عندك كمان مايك؟ طيب بنعيد شو كنا عم نحكي؟ بنعيد؟ انتوا معي الان؟ رعيت شو كنت عم بحكي هلا؟ تمام. بس انا هلا بدي اجرب، بجوز لاني كتبت انا فراح الصوت او ما بعرف اذا من زميلكم، بس راح اجرب كتابي لنتاكد انه
هلا بس عم بكتب بهذا الشكل، عم يقطع الصوت من حساب توزيع ارباح وخسائر. شو ما عم تسمعوني؟ اذا من الكتاب. طيب مو مشكله، ما عم نكتب. اذا من حساب توزيع ارباح وخسائر الى حساب مكافاه الشريك عوني. اذا من حساب توزيع ارباح وخسائر الى حساب مكافاه الشريك عوني. واضح؟ كنت انا عم بحكي نقطه ثانيه، انه انت ايمت بتحسب بهي الطريقه؟ ايمت بتحسب بهي الطريقه؟ بتحسب بهي الطريقه عندما بيكون كاتب لك هو انه المكافاه قهوة خسائر إلى حساب. عرضت الكتابة. المكافأة بنص التمرين هي عبارة عن 2% من صافي الربح. يعني بس يعطيك هي نسبة مئوية من صافي الربح بتروح على هذه الطريقة. إذا من حساب من مكافأة الشريك عوني إلى حساب المصرف 27,000، من توزيع أرباح وخسائر إلى حساب مكافأة الشريك عوني 27,000. هلأ إذا أعطاك بنص المسألة انه تحتسب المكافأة بنسبة مئوية من الارباح الصافية بعد خصم المكافأة، بهي الحالة بتروح على القانون يلي هو مكافأة الشريك تساوي الى صافي الربح ضرب نسبة المكافأة على 100 زائد نسبة المكافأة. تمام؟ وبالتالي بتعوض انت 1,300,000. تمام، انت لحتى تحسب المليون و 350 ضرب 100 على 102 بيطلع عنا 1,323,529. الفرق بيناتهم لا وين هون؟ لا هذا خطأ. 1,350,000 حضرات عم تسمعوني؟ تمام، هذا خطأ، هي 1,350,000 بس الجواب نفسه. إذا 1,350,000 ضرب 2 على 102، نعم خطأ كتابي. نعم 1,350,000 ضرب 2 تقسيم 102 بيطلع عندي مباشرة 26,471. هلا هي طريقة أولى، إذا هون بدل الصفر هي 5. تمام؟ 5 وليس خطأ طباعة. 1,350,000 ضرب 2 على 102. هون أنت بتكون طلعت المكافأة مباشرة بهذا القانون. إذا الآن أنت طلعت المكافأة مباشرة. طريقة ثانية إنك أنت بدل ما تحط النسبة فورا 2 على 102 تعمل بهذا الشكل. 1,300,000 حتى هم بدل صفر، 1,350,000 إذا 1,350,000 ضرب 100 على 102 بيطلع معك 1,323,529. معناته صار عندي الفرق ما بين هذا الرقم والمليون 350 هو المكافأة، يلي هو 1,350,000 ناقص 1,323,529 بيطلع نفس هذا 26,471. نفس الشيء. إذا أنت بيرجع إذا عوضت هون باثنين فورا يلي هي نسبة المكافأة بتطلع معك المكافأة مباشرة. إذا أنت عوضت بمية راح يطلع معك انتصاف الربح مخصوما منه المكافأة. انتبه للنقطة. انت اذا عوضت هون ب 100 راح يطلع معك الجواب هون مخصوما منه المكافأة، بالتالي صار الفرق بين 1,350,000 والمليون 323,529 هو بيمثل تماما مقدار المكافأة اللي هي 26,471. تمام؟
طبعا هون انا بثبتها بهذا الشكل، بيكون عندي من حساب مكافأة الشريك الى حساب هذا القانون الاول نفس الشيء، هذا القانون اللي كنا مسجلينه فوق لورين. فهمتي انت الفرق بين اثنين؟ انت اذا عوضتي مباشرة حطيت النسبة 2 3% 4% على 104 5 على 105 تطلع معك المكافأة مباشرة. هلا عم نحكي نحن طريقة ثانية، إذا عوضت ب 100 وقسمتي على 104 بيطلع معك الربح مخصوما منه المكافأة، صرتي مضطرة تطرحي اثنين من بعض لحتى توصلي لنفس الشيء، يعني أمامكم خيارين، خلوكم على الأسلوب الأول إذا بدكم. إذا من حساب مكافأة الشريك عوني إلى حساب المصرف 26471. إقفال المكافأة مثل ما حكينا في حساب التوزيع، من حساب توزيع أرباح وخسائر إلى حساب مكافأة الشريك عوني 26471. طبعا هاي القيد المتعلق بإقفال المكافأة طبعا مرتبط بالإثبات، مرتبط بالإثبات. في أي سؤال؟ طبعا هون بس من بعد إذنكم لو سمحتوا لي إذا راح أنا فرجيك كيف بيكون ظاهر عندي هذا الأمر بحساب التوزيع، بيكون ظاهر معي بحساب التوزيع بهذا الشكل. بيكون عندي أنا حساب التوزيع، عم تسمعوني ما هي؟ حساب التوزيع كل واحدة أثر بشكل منفصل، بيكون عندي أنا هون إلى حساب مكافأة الشريك. نعم. إلى حساب مكافأة الشريك وبتحط المبلغ إنت، هذا المبلغ مثلا 27000 أو إذا كان عبارة عن 26471. هيك بيكون أثره. هلا أعتقد صار واضح أمامكم صح؟ حساب التوزيع. أنا عملته كنت يعني عامل ستوب للفيوز مشان ما يصير في خلل بالصوت. واضح أمامكم حساب التوزيع كيف تظهر فيه المكافأة؟ تمام. إذا نعم مشان يكون بالمحاضرة، هاي المكافأة هون تظهر بهذا الطرف. طبعا الفوائد بتكون بالطرف الثاني، رح ناخذ نحن مثال شامل، فوائد بتكون بالطرف الدائم مشان تكون الأمور واضحة للجميع لاحقا إن شاء الله. طيب هلا ننتقل للفقرة الثانية المتعلقة برواتب الشركاء. حضرات رواتب الشركاء بكل بساطة مثل ما حكيت أنا عن المكافأة، أنا بحكي عن الرواتب. يعني الكلام صار بسيط جدا. إذا محاسبيا نفس المعالجة للمكافأة، لكن يختلف إنه حساب الراتب قد يكون مبلغ شهري مقطوع أو قد تكون أو قد يكون مبلغ على مدار العام أو قد يكون مبلغ على مدار العام. تمام. لذلك في أضف لذلك أنه حساب رواتب الشريك هو يعتبر حساب توزيع للربح وليس عبئا عليه، لأنه هذا راتب للقاء إعطاء الشريك. طبعا انت ليش هلا بيجوز تسالني طيب يا اخي طيب رواتب واجور الموظفين هي عبء على حساب الارباح والخسائر ولا لا؟ بجاوبك نعم عبء على حساب الارباح والخسائر. طيب ليش راتب الشريك ما نوع عبء ولا مكافاه الشريك؟ ليش عم نحطها بحساب التوزيع؟ شو العبره فيها؟ العبره فيها حضرات انه رواتب الشركاء هي رواتب تمنح لهم إضافة إلى صافي الربح أو الخسارة التي سيتم الحصول عليه لقاء الشركة. إذا هم عم ياخذوا راتب وعم آخر شيء عم ينحسب لهم رواتب، عم ينحسب لهم صافي ربح. طيب بجوز مثلا في عندي ثلاث شركاء ألف ب جي، اسمعنا هالنقطة مشان انت تفهم القضية تبع عبء ام توزيع. عندي ثلاث شركاء الف ب جيم. الف بيتقاضى راتب لانه عم يدير الشركة، اذا الف عم يتقاضى راتب لانه عم يدير الشركة.
ب عم يتقاضى مكافأة لأنه هو عم يدير قسم التسويق. جيم ما عم يشتغل فهو ما بيتقاضى لا رواتب ولا مكافآت. شوف النقطة هون، إذا رحت خصمت الرواتب والمكافآت من حساب الأرباح والخسائر أو حساب ملخص الدخل، فأنا بهي الحالة اعتبرت الرواتب والمكافآت هي من العناصر المولدة للأرباح. بالتالي الصافي اللي راح يروح راح يتوزع على 3 شركاء ألف بيجين بحسب نسبة كل واحد فيهم. في حين هذا الكلام ليس منطقيا. الكلام المنطقي إنه راتب الشريك ليس عبئا على الشركة، يعني فيه الشريك ما يأخذ أصلا راتب ولا يأخذ مكافأة لأنه هو أوريدي راح يطلع له الربح تبعه. فصار بينشال هذا الراتب والمكافأة من حساب الأرباح والخسائر ويحط في حساب مستقل لتبيان المبالغ التي أدت إلى تخفيض الأرباح بالنسبة للشريك جيم. لأنه جيم بيسألك أنه يا أخي أنت اليوم ليش صافي الربح هيك، فأنت بتعرض له حساب التوزيع بتقول له ليك هي ألف إله مكافأة إله راتب ب إله مكافأة الصافي هو اللي راح وزع عليكم. في حين أن وجوده في حساب الأرباح والخسائر يعتبر تضليل. إضافة لذلك بالدوائر المالية لا يعتبر نفقة مقبول تنزيلها ضريبيا، يعني هذه من النفقات. يعني أنا اليوم عندما بدي أحصل ضريبة على هاي الشركة ما بحسبه على صافي الربح بعد التوزيع، وأنا بحسبه على صافي الربح قبل التوزيع. هذا أمر آخر مهم جدا. إذا أنا عندما بدي أعمل ضرائب بدي أدفع ضرائب للدوائر المالية، الدوائر المالية ما بتعترف لي براتب الشريك ولا بتعتبر لي مسحوبات الشريك ولا بتعترف لي بمكافأة الشريك، بتعترف لي بالقرض نعم الممنوح أو القرض المأخوذ. فهي بتحاسبني بتحسب لي الضريبة على الربح ما قبل التوزيع، وهذا أمر دقيق جدا. أتمنى أن تكون الأمور صارت واضحة بالنسبة لكم. إذا رواتب الشركاء نفس المعالجة تبع المكافأة، هو طبيعته مدين، إذا سدد نقدا فبيكون القيد من راتب الشريك إلى حساب الصندوق أو المصرف. أحيانا بيتم سداد جزء منه خلال السنة وجزء منه لم يسجل. في حال استحقت الرواتب ولم تسدد للشركاء فإنها تسجل في حساباتهم الجارية، بيكون القيد من حساب رواتب الشركاء إلى حساب جاري الشركاء. هلأ إذا دفعت الرواتب ولا ما دفعت بيكون قيد الإقفال من توزيع أرباح وخسائر إلى حساب رواتب الشركاء. أمر في غاية البساطة، بس أنا بدي انتبه على موضوع إذا استحقت الرواتب ولم تسدد بيكون القيد من راتب الشريك إلى الجاري وليس إلى النقدي. إذا دفعت ولم تدفع تقفل من حساب توزيع الأرباح والخسائر إلى حساب راتب الشركاء. هاي بالنسبة لرواتب الشركاء حضرة. في عنا أي استفسار؟ طبعا من الأمور الأخرى أيضا التي طبعا قد تطرأ ويتم توزيع الأرباح والخسائر بعد خصمها راح نتناولها هون، هي متعلقة بخصم الفائدة على رأس المال، أحيانا خصم فوائد الحسابات الجارية. أيضا أحيانا الحساب الجاري المدين أو الدائن ممكن يكون له فائدة، هذه الفائدة إما تحسب للشريك أو تحسب على الشريك بحسب نوع الحساب الجاري. هل الحساب الجاري هو حساب جاري مدين أم حساب جاري دائن؟ فهذا أمر بدنا نركز عليه وننتبه عليه بشكل كتير كبير بإذن الله. اليوم ننتقل لتوزيع الأرباح والخسائر حضرات بنسب متفق عليها، لكن توزيع الأرباح والخسائر هذه النسب المتفق عليها قد يتم أحيانا خصم بعض القضايا منه. لذلك تجنبا للمشاكل والمنازعات يجب أن يتضمن عقد شركة التضامن طريقة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء، وتختلف التشريعات من دولة لأخرى حول كيفية توزيع الأرباح والخسائر في شركات التضامن في حال لم ينص عقد الشركة على ذلك. ف
طبعا عندنا بسوريا يعتبر القانون المدني انه يجب توزيع الارباح والخسائر اذا ما انك محدد انت نسبه الربح والخساره بنسبه مساهمه كل شريك في راس المال، يعني حصص الشركاء في راس المال. واضح؟ واذا كان احد الشركاء تقتصر حصته على ما يقوم به من عمل يقدمه للشركه وجب تقدير نصيبه من الربح والخساره. من اهم طرق توزيع الارباح والخسائر هو توزيع الارباح والخسائر بالتساوي او بنسب متفق عليها 2% 3% ما الى هنالك. توزيع الارباح والخسائر بنسب الحصص في راس المال. توزيع الارباح والخسائر بنسب محدده بعد خصم الفائده على راس المال. توزيع الارباح والخسائر بنسب متفق عليها بعد خصم رواتب ومكافآت الشركاء إما كل واحدة على حدة أو الاثنين معا. أحيانا قد يتم تغيير نسب توزيع الأرباح والخسائر. رح نبدأ بتوزيع الأرباح والخسائر بالتساوي. بكل بساطة ما بدأ هذه شرح، بيكون عندي أنا ربح وخسائر، هذا الربح والخسائر سيوزع بالتساوي بين الشركاء بغض النظر عن حصصهم في رأس المال. طبعا عندما يرد في عقد الشركة أن الأرباح والخسائر توزع بالتساوي فهذا يعني أن الاختلاف نعم رعيد يبدو أنه ما لازم اكتب أبدا على ال كنت عم بحكي عن نقطة أنه توزيع الأرباح والخسائر يتم بالتساوي بين الشركاء بغض النظر عن حصصهم في رأس المال. وعندما يرد في عقد الشركة أن الأرباح والخسائر توزع بالتساوي فهذا يعني أن الاختلافات بين الشركاء في حجم ونوعية الخدمات الفردية المقدمة. واضح على الصوت؟ تمام؟ حضرات الصوت عم تسمعوا؟ طيب اذا عرضت لك هيك شفت انت اللي انا كنت معلم لك اياه. رح ناخذ تمرين على هذا الموضوع. هذا التمرين على الشكل التالي. عندي انا مثال شركة تضامن مكونة من شريكين الف وب اتفقا على توزيع الأرباح بالتساوي بينهما. راح صوت. وقد حققت الشركة ربحا صافيا قدره، بس أنا عم قلب وأنا مسكر الفيوز. أنا عم قلب ومسكر الفيوز حضرات، يعني مستحيل أن يكون السبب منه. في حدا منكم بعده عنده في حدا لسه فاتح عنده اي شيء حضرات؟ هل الكل سامعني؟ طيب اذا يتم اثبات، اذا هون الربح المحقق 200,000 راح يتم التوزيع بالتساوي بينهما. بيكون القيد على الشكل التالي: من حساب توزيع ارباح وخسائر الى حساب جار الشركاء. إذا ترسل الأرباح والخسائر الصافية
إلى الحسابات الجارية للشركاء 100,000 100,000 لكل شريك. طبعا إذا حققت الشركة حضرات خسارة، إذا حققت الشركة خسارة يعني بدل من أنه أرباح 200,000 حققت خسارة 200,000، بيكون القيد هو قيد معاكس من جاري الشركاء ألف 100 ب 100 إلى توزيع أرباح وخسائر 200,000. طبعا لأنه الأرباح والخسائر إذا كانت خسارة تخفض أو تجعل الحساب الجاري مدين وبالتالي على الشريك سداده، أما الأرباح تجعل الحساب الجاري دائم وبالتالي يحق للشريك سحبه. تمام؟ صوت هلا فيهم شكلي؟ طيب. 2 توزيع الأرباح والخسائر بنسبة الحصص في رأس المال. بهي الحالة المشكلة اللي راح نواجهها نحن متعلقة بأنه ما هو المقصود بنسبة الحصص في رأس المال؟ هل المقصود فيها النسبة في بداية السنة أم النسبة في نهاية السنة أم متوسط النسبة؟ إذا هذا أمر بيكون أيضا يجب أن يحدد بدقة. على فرض أن شركة تضامن مكونة من شريكين ألف وب برأس مال قدره 3 مليون ليرة سورية موزع بينهما بنسبة 2:1، وقد حققت الشركة ربحا صافيا عن عام 2012 450 ألف ليرة سورية. معناته الآن نسبة التوزيع 2:1، فبيكون نصيب الشريك بكل بساطة 450 ألف ألف ضرب 2/3، لأنه 2:1 2+1 3 يعني 300 ألف لألف، وبي بيطلع له 150 ألف. إذا 300 ألف لألف وبي 150 ألف. بيكون قيد الإثبات بكل بساطة إذا طالما هي أرباح نعم 2/3 من حساب توزيع أرباح وخسائر إلى حساب جاري الشركاء 450 ألف ليرة سورية. هاي بنسبة الحصص. طيب بنفس الأسلوب إذا حققت الشركة خسارة بيكون القيد نفس الشيء، الخسارة مقدارها 150 ألف، بيكون نصيب الشريك ألف 150 ضرب 2/3 100,000، ونصيب الشريك ب 150 ضرب 1/3 50,000. طبعا بيكون قيد الإثبات كما يلي: من حساب جاري الشركاء لألف وب 100,000 50,000 إلى حساب توزيع أرباح وخسائر. هاي بنسبة الحصص في رأس المال. واضحة حضرات؟ أنت بنص المسألة دائما بدك تنتبه على هذا الأمر. إذا لم يذكر في نص المسألة، هذه قاعدة عامة، إذا لم يذكر في نص المسألة ما هو أسلوب التوزيع فهو دائما بيكون إذا مذاكر معناته نسبة الحصص في رأس المال. تمام؟ تمام. ثلاثي توزيع الأرباح والخسائر بنسب محددة بعد خصم الفائدة على رأس المال. طبعا هون الفائدة على رأس المال، شو يعني الفائدة على رأس المال؟ معناته أنا أعطي الشركاء فائدة لقاء تقديمهم رأس مال للشركة. هلا ملاحظ أن الفائدة على رأس المال هي ليست كالفوائد العادية مثل القروض أو ما شابه ذلك، لذلك هي لا تعتبر من العناصر المولدة للأرباح، لذلك تعتبر عبئا عليه وتقفل في حساب توزيع أرباح وخسائر. لكن من حيث الطبيعة، من حيث الطبيعة أنه طبيعتها مدين، فبيكون القيد من حساب الفائدة على رأس المال إلى حساب جاري الشريك، ببعث حساب الفائدة إلى جاري الشريك، وتقفل الفائدة بحساب توزيع أرباح وخسائر بالقيد التالي: من حساب توزيع أرباح وخسائر
إلى حساب الفائدة على رأس المال. طبعا بالنسبة المتعلقة بمقدار الفائدة المقرر احتسابها، هل هي فائدة مماثلة لفوائد القروض في السوق أم هي مثلا فائدة أخرى اختيارية؟ هذا أمر أيضا يتحدد في نص المسألة. مثلا عندي شركة تضامن، مكونة من شريكين ألف وب برأس مال قدره 6 مليون، موزع بينهما 4 مليون لألف، 2 مليون لب، هذا رأس المال. حققت الشركة ربحا صافيا مقداره 2 مليون ليرة سورية عن العام، وتضمن عقد الشركة توزيع الأرباح والخسائر بنسبة 3:2 بعد احتساب فائدة على رأس المال قدرها 9%. إذا صارت الخطوات أنه بحسب بالأول الفائدة، بعدين بروح على حساب توزيع الأرباح والخسائر، بخفض مقدار الربح بمقدار الفائدة، وبعدين أنا بحوله إلى حساب التوزيع وإلى حساب الجاري للشركاء. طبعا هون بيستفيد الشريك اللي عنده رأس مال أكبر، بيستفيد الشريك اللي عنده رأس مال أكبر أكثر من الشريك الثاني اللي عنده رأس مال أقل، لأنه هو راح يأخذ فائدة أعلى على رأس المال تبعه. وبالتالي إذا كانت نسبة التوزيع للأرباح والخسائر مثلا بالتساوي، في هذه الحالة هو بيستفيد. أما إذا كانت بنفس حصة بنفس حصص شركاء في رأس المال، يعني الإفادة ليست كبيرة وإنما تكون محدودة في الإيضاحات فقط. فنحسب الفائدة على رأس مال الشريك ألف، 4 مليون ضرب 9% 360 ألف، ب 2 مليون ضرب 9% 180 ألف. محاسبيا هن اثنيناتهم الفائدة بحساب واحد يوضعون بطبيعة مدينة، من حساب الفائدة على رأس المال لألف وب 360 ألف، 180 ألف لب، إلى جاري الشركاء 360 ألف ألف، 180 ألف ب، يعني 540 ألف. إقفال الفائدة من حساب توزيع أرباح وخسائر إلى حساب الفائدة 540 ألف، 540 ألف. هاي بكل بساطة. الآن أنت لحتى توزع الأرباح أمامك خيارين، إما تعد حساب توزيع أرباح وخسائر مثل اللي عديت لك يا أنا من شوي، حساب توزيع أرباح وخسائر على شكل حرف تي حضرات، وتحط الفائدة بالطرف الدائن منه وتخصم منه 2 مليون. الصوت عم يروح شيء، تخصم منه 2 مليون. طيب تخصم منه 2 مليون، إذا بتحط أنت حساب الفائدة، حساب الفائدة اللي طلعت معك 450 ألف، بترحلها لحساب التوزيع تمام، وبترصد 2 مليون، وهون 2 مليون، والفرق هو اللي بدك أنت تبعته لوين؟ إلى حساب الجاري بهذا الشكل. أنا كنت عم بكتبه والفيوز مسكر. إذا 2 مليون بيكون بالطرف الدائن من حساب التوزيع 2 مليون، والطرف المدين بدي رحل حساب الفائدة ترحيل نظامي بدفتر الأستاذ مثل أيامات المحاسب واحد، بيكون إلى حساب فائدة 450، 2 مليون، 2 مليون. الفرق بيناتهم حضرات هو راح يكون بالطرف المدين طبعا، بس الرصيد دائم بيطلع 1,460,000. المليون واربعمية وستين انت بتحطه وين؟ هون بالطرف الدائم. اذا وبهاي الحالة بتوزع المليون واربعمية وستين بحسب النسبة المحددة في نص المسألة. هذا خيار انك تفتح الحساب، وهذا الارجح، لانه حتى بالوظيفة نحن طالبين الحساب، لكن نحن لاحقا رح نعطي مثال شامل على هذا الموضوع. امامك خيار ثاني، اذا مو طالب منك هو حساب التوزيع، بكل بساطة بتحط صافي الربح 2 مليون، تطرح منه الفوائد لأنه هن عكس بعض، واحد طبيعته دائن والثاني طبيعته مدين، إذا فصارت الإشارة متعاكسة،
إذا 2 مليون ناقص 540 بيطلع مليون و460. طيب لاحظ مو نفسه حساب التوزيع؟ مو نفسه حساب التوزيع حضرات؟ أنتوا معي؟ يعني إذا عملت إنت جدول أو عملت حساب التوزيع نفسه. مو نفسه؟ ولا يا يونس لا مو معي أنتوا. إيه تمام. نعم، إذا أنا بدي أوصل للمليون وأربعمية وستين ألف. حساب التوزيع؟ لا لا، بالوظيفة حساب التوزيع. بالوظيفة حساب التوزيع، لأنه بس إنت صار عندك فائدة وصار عندك إنت مسحوبات وفوائد مسحوبات وصار عندك إنت رواتب وصار عندك مكافآت، الأفضل تعمل حساب مشان ما تضيع. الأفضل حساب أحسن ما تعمل جدول. بس أنا هلا عم أوضح لك إنه هذا الجدول طالما هو متعلق ببند واحد يلي هو الفائدة، إذا عملت جدول ولا عملت التوزيع نفس النتيجة، حتى لو كانوا أكثر من بند بس إنت بتضيع تتعب بهي الحالة. إذا بنروح على حساب نصيب كل شريك بعد خصم الفائدة، مليون واربعمية وستين ضرب ثلاثة على خمسة ثمانمية ستة وسبعين ألف، ب مليون واربعمية وستين ضرب اثنين على خمسة خمسمية واربعة وثمانين، يكون القيد من حساب توزيع أرباح وخسائر إلى حساب جاري الشركاء، إلى حساب جاري الشركاء. أي استفسار حضرات حتى الآن؟ أي استفسار حتى الآن؟ واضحة الأمور؟ طيب هلا ننتقل نحن وياكم إذا إلى توزيع الأرباح والخسائر بنسب متفق عليها بعد خصم رواتب الشركاء بنفس الأسلوب تماما. شفت الأسلوب اللي كنا عم نحكي عنه سابقا؟ يعني اليوم بس أنا عندي صافي ربح بدي أطرح منه الرواتب أو المكافأة أو الفائدة وما تبقى يوزع بين الشركاء. هذه هي الفكرة. شركة تضامن مكونة من ألف وب تضمن الاتفاق على توزيع الأرباح والخسائر بالتساوي بعد خصم رواتب الشركاء، حيث يتقاضى ألف راتب شهري 10,000. إذا الراتب شهري 10,000 يعني بالسنة 120,000 راتب شهري. فإذا علمت أن الشركة حققت أرباح صافية عن عام 2012 من 150,000 ليرة سورية، المطلوب تحديد صافي ربح القابل للتوزيع وتحديد نصيب كل شريك. طبعا الآن أنا طالما في راتب واحد لم يتقاضاه الشريك لازم أنا أثبته بالدفاتر، وبكتب من حساب راتب الشريك إلى حساب الصندوق، هذا سداد الراتب عن الشهر الأخير 10,000 ليرة سورية. طبعا شريطة أن يكون كاتب لك هو لم يسدد. إذا 10,000 من رواتب الشركاء إلى حساب الصندوق 10,000. إذا كتب لك استحق ولم يسدد بيكون إلى جاري الشريك. إقفال الرواتب 10,000 شهريا معناته صار 10,000 ضرب 12 120,000، بيكون القيد من حساب توزيع أرباح وخسائر إلى رواتب الشركاء. أنت أمامك خيار، افتح حساب التوزيع بنفس الأسلوب اللي عملت لك إياه أنا من شوي، راح يطلع معك 850 بالطرف الدائن 850، وراح يطلع معك بالطرف المدين 120,000. الفرق بيناتهم بيطلع 730,000، هذا اللي بتوزعه بين الشركاء 700 أو مباشرة 850 ناقص 120 بيطلع 730 ضرب نص 365 ولا بيت 365، والقيد ذاته تماما ما بيغير القيد، القيد هو نفسه تماما من حساب توزيع أرباح وخسائر إلى حساب جاري الشركاء 730 730 ألف. واضح؟ هلا توزيع الأرباح والخسائر بعد خصم المكافأة نفس الأسلوب تماما، نفس الاسلوب طبعا، بس في ملاحظه مهمه انه اذا كان في خساره لا يمنح مكافاه، هاي حطها بذهنك. اذا شرط المكافاه غير قابل للتطبيق عند تحقيق الشركه لخساره، ويتم
تجاهل المكافأة. أما إذا كانت الشركة محققة ربح وفي اشتراط على موضوع هذا الأمر، فبالتالي ما في أي مشكلة نهائياً. شركة تضامن مكونة من ألف وب تضمن الاتفاق مع الشريك ألف مكافأة قدرها 25 والشريك ب 20,000، وأن يتم توزيع الأرباح بينهما بنسبة 1:2 بعد خصم المكافأة. نفس الأسلوب راح تشوف إنه ما في شيء زيادة نهائياً. أنا أول شغلة بدي أعملها هي إني سجل محاسبياً من حساب مكافأة الشركاء إلى صندوق. طبعاً 25,000 لألف و20,000 لبي، 45,000 45,000. شو صار صافي الربح؟ كان صافي الربح 456 ناقص 45 بيطلع 411,000. بدي وزعه بنسبة 3/3، فصار نصيب الشريك ألف 411 ضرب 337,000، ونصيب الشريك ب أيضا 411,000 ضرب 3 بيطلع 274,000. بيكون القيد من توزيع أرباح وخسائر إلى جاري الشركاء 1137,000 274,000 لبي 411,411. أليس الكلام مكرر عن السابق؟ نفسه تماما، ما في تغيير نهائيا، بس الاسم عم نغير. طيب هلا كنا نحن عم ناخذ حالة حالة، إنه عندي راتب أو مكافأة أو فائدة. طيب إذا كان عندي راتب ومكافأة مع بعض، بهاي الحالة نفس الأسلوب، ما نغير شيء، نحسب الراتب، نحسب المكافأة، نحسمهم من حساب الربح والباقي يوزع على الشركاء. والأفضل هون إنك تفتح حساب توزيع. شركة تضامن مكونة من شريكين أحمد أسعد برأس مال 8,500,000 ليرة سورية، تضمن الاتفاق بينهما توزيع الأرباح والخسائر بنسبة 2:3 بعد خصم الرواتب والمكافآت. طيب ألف عطيته راتب شهري 5,000 وأسعد مكافأة سنوية 25,000. إذا علمت أن الشركة حققت ربحا صافيا عن عام 2012 1,750,000. هلا الآن الراتب الشهري لأحمد هو 5,000 ضرب 12 60,000، مكافأة الشريك أسعد 25,000. بدي سجل أنا هذا القيد. طبعا هذا القيد حضرات يتعلق بأنه بدي يكون كاتب لي هو هل تم سداد المكافأة نقدا الرواتب نقدا أم لم تسدد بعد. أنا تطلع كتب أنه تسدد نقدا بتحط إلى صندوق، لم تسدد تكتب إلى جاري الشركاء. بس الآن الربح الذي سيوزع 1,750,000، بطرح الرواتب 60، بطرح المكافأة 25، ضل 1,665,000. أحمد نصيبه 2/5 منها، لأنه 2/3 يعني 2+3، 1,665,000 ضرب 2/5 666,000. أسعد 1,665,000 ضرب 3/5 999,000. أرقام ذهبية، 3 6 3 0 3 9 3 0، صح؟ طبعا بيكون القيد من حساب توزيع أرباح وخسائر إلى حساب جاري الشركاء. وألف أو أحمد وأسعد بنفس الأسلوب. في شيء مو واضح فيها؟ الآن رح ناخذ مسألة فيها، وهذه يعني شبه شبيهة بالوظيفي، فيها راتب، فيها مكافأة، فيها فائدة. شركة تضامن مكونة من راقي وسامي برأس مال قدره 1,000,000 أو 10,000,000 ليرة سورية، موزع بينهما بنسبة 3:2. حققت الشركة ربحا صافيا عن عام 2012 قدره 1,200,000. تضمن عقد تكوين الشركة توزيع الأرباح والخسائر بين الشريكين بنسبة حصصهما في رأس المال بعد خصم مكافأة 5% للشريك راقي من صافي الربح. إذا 5% من صافي الربح، يحصل الشريك سامي على راتب
شهري قدره 8000، شهري قدره 8000، وتحتسب فائده على راس المال طبعا اكيد للشريكين بمعدل 5%. بدي المعالجه المحاسبيه وبدي توزيع الارباح والخسائر بين الشريكين. بكل بساطه اذا فيما يتعلق بالمكافأة بيكون القيد بعد الاحتساب كما يلي: 1,200,000 ضرب 5% 60,000 من مكافأة الشركاء إلى حساب الصندوق. حتى نحن بالوظيفة محددين بشكل صريح، يعني كاتبين صراحة إنه سددت نقدا أم لم تسدد بعد، يعني حتى هذا التمرين اليوم بيحطك بصورة إنه دفعت أم لا. بالوظيفة واضحة تماما، دفعت نقدا لم تدفع جاري الشركاء. إذا المكافأة 1,200,000 ضرب 5% 60,000 من مكافأة الشريك إلى حساب الصندوق 60-60. راتب الشركاء يلي هو للشريك سامي 8,000 شهريا ضرب 12 96,000 من حساب رواتب الشركاء إلى حساب الصندوق 96,000. طبعا هذا القيد يسجل حضرات، يسجل هذا القيد إذا لم يتقاضى خلال العام، يعني خلال 31/12 هذا بيكتب من رواتب الشركاء إلى الصندوق 96,000، يعني أنا دفعت له كل رواتبه بشهر 12. أما أنا إذا كان دافع له راتب خلال السنة هذا سجله بدفتر اليومية، صح؟ يسجل في دفتر اليومية. بتكون الفائدة على رأس المال أيضا للشريك راقي 6,000,000 ضرب 5% 300,000، والشريك سامي 4,000,000 أو نعم الشريك سامي 4,000,000 ضرب 5% 200,000. بنسجل نحن من حساب الفائدة على رأس المال إلى جاري الشركاء. لاحظ أنا احتسبت هون فائدة في طبيعة مدينة، يعني اليوم أنا أمام المكافأة توزيع للربح، أمام الرواتب توزيع للربح، أمام الفائدة توزيع للربح، بس الفائدة غالبا ما يتم ترحيلها إلى حساب الجاري فورا عند إثباتها. 500,000 من حساب الفائدة إلى حساب جاري الشركاء، ويتم إقفال حساب الفائدة بالقيد من حساب. طبعا كلياتهم بالنسبة للمكافآت والرواتب والفائدة تقفل في قيد، إذا بدك قيد واحد من توزيع أرباح وخسائر إلى مذكورين، إذا تقفلهم بقيد واحد إذا بدك، أو بعدة قيود من توزيع أرباح وخسائر إلى مذكورين: مكافأة الشريك 60,000، راتب الشريك سامي 96,000، الفائدة على رأس المال 500,000. وبتعمل حساب توزيع مثل ما علمناك نحن منذ قليل، بس بيكون حساب التوزيع فيه لثلاث قضايا مع بعضهم. إذا ما عملت حساب توزيع أنت أمام ما يلي: صافي الربح 1,200,000، يطرح المكافأة، تطرح الرواتب، تطرح الفوائد، ضل 544,000، وزعهم بين الشركاء 544 ضرب 3 على 5 326,400، نصيب الشريك سامي 544,000 ضرب 2 على 5 217,600. بيكون القيد من توزيع أرباح وخسائر، هذا الصافي، هذا الرصيد تبع التوزيع، من توزيع أرباح وخسائر إلى حساب جاري الشركاء 544,000 544,000، وبالنسب اللي طلعت معنا بالنسبة لكل شريك، بالنسبة لكل شريك. أتمنى أن تكون واضحة هذه القضايا حتى الآن. نعم. طبعاً ظل عندنا فقرة أخيرة بمحاضرتنا لليوم متعلقة بتغيير نسب توزيع الأرباح والخسائر. طبعاً عن تغيير نسب توزيع الأرباح والخسائر بتواجهنا مشكلة متعلقة بأنه هل سيتم إعادة تقويم بعض الأصول بتاريخ الاتفاق أم لن يتم الاتفاق على إعادة تقييم الأصول. هلأ إذا تم الاتفاق على إعادة تقويم الأصول ككل أو البعض، بعمل حساب جديد مثل ما راح نشوفه لاحقا يسمى حساب إعادة التقديم ويجعل دائما. طبعا هذا الحساب
هذا الحساب بيكون عندما بتؤدي الأمور إلى زيادة الأصول بيكون القيد من الموجودات إلى إعادة التقدير، يعني الموجودات إذا زادت بيكون إلى إعادة التقدير، أما إذا انخفضت الموجودات بيكون من إعادة التقدير إلى الموجودات. هلا رصيد حساب إعادة التقدير النهائي بالربح أو بالخسارة الناتج عن زيادة أو انخفاض الموجودات يرحل إلى حساب إعادة إلى حساب جاري الشركاء بنسبة توزيع الأرباح والخسائر، وبيكون القيد من إعادة التقدير إلى جاري الشركاء، بيكون القيد من حساب إعادة التقدير إلى جاري الشركاء. مثال: شركة تضامن مكونة من شريكين وسيم وعلاء برأس مال قدره 4 مليون موزع بينهما بالتساوي، حققت الشركة أرباعا عام 2012 100 ألف، حيث يتم توزيع الأرباح والخسائر بنسبة 3 إلى 1. في 1/1/2013 تم الاتفاق على توزيع الأرباح والخسائر بالتساوي، وتم الاتفاق على إعادة تقويم بعض موجودات الشركة كما يلي. إذا أنت واحد، كانت حضرات النسبة سابقا 3 إلى 1. في 1/1/2013 شو صار الاتفاق؟ ان الارباح والخسائر بدها تصير شو؟ بالتساوي، مظبوط؟ ارباح والخسائر بدها تصير بالتساوي. بهي الحالة تم اعادة تقييم بعض الموجودات، الاراضي القيمة السوقية تبعها 2 مليون، اما دفتريا 1.7 مليون، معناته زادت 300 ألف. اذا الاراضي زادت 300 ألف. المباني بعد الاهتلاك شو يعني كل فترة بنحسب لها النسبة تبعيتها؟ لا، إذا تم الاتفاق مو كل فترة أنا برجع بعمل اتفاق جديد حضرات، لا، هذا الاتفاق بيكون محدد، هذا الاتفاق بيكون محدد من قبل الشركاء، قد يكون بعد سنتين أو ثلاثة من الشركة. إذا القيمة السوقية للمباني 650 ألف، في حين بأن قيمتها الدفترية 600 ألف، معناته أيضا زادت المباني 50 ألف. القيمة السوقية للأثاث 150 ألف، بينما الدفترية 200 ألف، انخفضت هون. هلا أنا محاسبيا لازم أعالج إعادة التقييم وفق النسب الجديدة. الآن طبعا أراضي ومباني زادوا عندي 300 ألف، 50 ألف، كتبت من ملكورين، الأراضي زادت 300 والمباني زادت 50 إلى إعادة التقدير. أما الأساس انخفض، بيكون من إعادة تقدير إلى أساس. أنت بتعرف أن الأراضي والمباني طبيعة المدينة عند الزيادة بيحافظوا على طبيعتهم، يعني أكيد من الأساس طبيعة المدينة عند نقصانه بيصير إلى، يعني من إعادة تقدير إلى أساس، فبيثبت نقصه ب50 ألف. هلأ إذا مطلع 350 مكاسب إعادة تقدير و 50 ألف خسائر إعادة تقدير، صح؟ معناته الصافي صار عبارة عن 300 ألف من عيد. إذا عندهم مكاسب إعادة تقدير 350 وعندهم خسائر إعادة تقدير 50، معناته صافي إعادة التقدير تماما الفرق بيناتهم هو 300 ألف. 300 ألف يوزع بين الشركاء بالنسبة الجديدة من إعادة التقدير إلى جاري الشركاء 150 ألف، 150 ألف. إذا لاحظ، أعدت التقدير، سجلت القيد المحاسبي، أنا سجلت القيد المحاسبي استنادا إلى النسبة الجديدة، استنادا إلى النسبة الجديدة. واضح هذا التمرين؟ من إعادة التقدير إلى جاري الشركاء 300 ألف، 300 ألف. مين عنده أي سؤال على المحاضرة حضرات؟ انتهت المحاضرة؟ تفضل. الله يعافيكم. حساب إعادة تقدير أرباح وخسائر، شو الحساب هذا؟ هذا جديد هذا. حساب إعادة تقدير أرباح وخسائر، ما في حساب إعادة تقدير أرباح وخسائر. حساب إعادة تقدير للأصول أو الالتزامات.
تمام؟ للأصول أو الالتزامات وليس إعادة تقدير أرباح وخسائر. هون أنا عم بحكي عن نسب، نسبة توزيع أرباح وخسائر، نسبة نسبة توزيع أرباح وخسائر. نعم تفضلي لورين. لحظة شوي. الموجودات والمطالب، ثانية بس إذا تريدوا، الموجودات والمطالب، الموجودات والمطالب المقدمة من الشريك سدادا لكامل حصته في رأس المال. هذا يعني أنه أفي باقي يسترده أو يسدده نقدا، بيتم معالجة الموضوع إما شهرة محل أو احتياطي رأس مال إذا كان زيادة أو نقصان. نعم نرجع لمحمد. حساب إعادة التقدير شو أصله بالحسابات؟ شو أصله؟ كيف يعني شو أصله؟ وين بيظهر؟ أصله هو حساب يفتح بمثل حسابات أي حساب آخر، ما له طبيعة محددة، ما له طبيعة محددة بالنسبة ل حساب إعادة التقدير، لأنه هذا الحساب قد يكون مكاسب وقد يكون خسائر. يعني الأصول إذا زادت فهو مكسب، يكون إعادة التقدير بنسميها مكاسب إعادة تقدير أصول. ممكن الأصول تنخفض بنسميها خسائر إعادة تقدير. تمام؟ إن لم تكفي حصته يتم سداد باقي حصته نقدا أو بشيك إذا ما وزعناها بيظهر بالميزانية. هي عم تحكي عن الوظيفة، حكينا نحن عن هذا الموضوع مثلين هلا من شوي، بيكون الفرق إما شهرة أو احتياطي رأس مالي. إذا ما وزعناها بيظهر بالميزانية، حساب إعادة التقدير هو بيظهر بالميزانية بس هذا يجب أن يوزع. يعني إذا بدك تروح على الأثر النهائي يجب أن يوزع. بكرة بتشوف أنت عندما ناخذ التغيير في عمد الشركات بتشوف أنه حساب إعادة التقدير يقفل بالحسابات الجارية للشركاء أو يقفل أحيانا في حساب رأس المال للشركاء. له حديث أيضا طويل ب تمام. أي استفسار آخر؟ إذا تم إعادة تقدير الميزانية كرمال شو؟ لورين، إذا تم إعادة تقدير الميزانية، أنتوا والله عم تخلطوا الأمور ببعضها. إعادة تقدير الميزانية أيمن، شو الهدف منها؟ إعادة تقدير الميزانية بالشيء اللي أخذناه سابقا كان الهدف منه إظهار شهرة أم لا؟ اليوم هون عم بعمل إعادة تقدير لكل الموجودات بهدف إعادة توزيع الربح أو الخسارة الناتجة عن إعادة التقييم على الشركاء، على جاري الشركاء، هذاك الشيء وهذا الشيء. هون اليوم اطلعوا أنا المكسب أو الخسارة الناتجة عن إعادة التقدير روحناها إلى الجاري، هناك حسبناها شهرة أو احتياطي. ما أسئلة عن المحاضرة السابقة، عن المحاضرة السابقة يعني عن المحاضرتين السابقتين. هذا الأمر بيكون الهدف منه أنه إذا في عندي شهرة أو احتياطي. نعم هون شيء مختلف. أي استفسار آخر؟ طيب أنتوا عم تسألوني بالوظيفة شكلكم. أنا عطيت المرة الماضية سؤال إذا بتريدوا أنتوا درسوا راح تشوف الأجوبة كلها موجودة بين دياتكم. تمام؟ إذا ما تم إعادة تقدير إجمالي الميزانية أنت بدك تنتبه وتعملي مقارنة لحتى تشوفي إذا حكى في سداد ولا في سحب شيء. إذا ما حكى يعني شهرة أو احتياطي رأس مالي. والله صرت عايد الكلام 3 مرات عن جد،
طب انا بدي اعتذر منكم، بنكمل حديثنا الاسبوع القادم، لانه هلا عندي على 3:30 حتبدا محاضره، بس لحتى انا بلش باعداد المحاضره الثانيه، لانه الكلام اللي عم تسالوه صار مكرر. صح؟ يلا يعطيكم العافيه، بامان الله. الله معكم.